علامات احتمالية للظهور المبارك. فوضى مناخية بسبب الإنسان سببت كوارث بيئية. فوضى اقتصادية سببت انتشار الفقر وسوء استغلال الموارد. فوضى قانونية سببت أخطاء في الأحكام وظلما للإنسان. فوضى سياسية سببت ثورات في كل مكان وعدم استقرار وسيطرة الأحزاب الفاسدة. فوضى فكرية سببت انتشاراً للفكر الضال المنحرف. فوضى معيشية سببت حالة من الضياع للشباب والانحراف. فوضى صناعية سببت خللاً في المناخ وأفسدت الماء والهواء والتراب. انتشار للأمراض، انتشار للمخدرات والمسكرات، انتشار للظلم والخوف، انتشار للفتن والصراعات. انتشار للخرافات والسحر. انتشار للفقر، انتشار للرذيلة. وبالمقابل تتكون في بقاع مختلفة من الأرض مجموعات مؤمنة تعتقد بالقضية المهدوية وتتجه إلى تربية أجيالها بالثقافة المهدوية الصحيحة. وكلما زادت الفوضى في العالم زاد تمسك هذه الجماعات بالإيمان والتقوى والعمل استعداداً لاستقبال القائد العظيم الإمام المهدي عليه السلام. وأيضا بدأت تظهر على ساحة الدولة أشكال من التعاون بين الطوائف المختلفة المعتقدة بالظهور المبارك لمهدي آخر الزمان. والكل ينادي: متى يشرق نورك أيها المنتظر؟